السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبتدي مع بعض درس مظاهر السطح يعني ايه كلمة مظاهر؟ يعني الأشكال اللي موجودة على سطح الأرض وخلقها ربنا زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا كده ممكن يبقى فيه جبل ممكن يبقى فيه ميه ممكن يبقى فيه سهول يعني عندي مرتفعات ومنخفضات وسهول ومسطحات مائية تعالوا نشوف مع بعض ايه هي أشكال سطح الأرض اول شكل موجود عندنا على سطح الارض هو شكل الجبل دي عبارة عن ارض شديدة الارتفاع يبقى الارض عليها جبال وكمان ممكن الاقي على سطح الارض منخفضات منخفضات يعني ارض منخفضة عامة حولها كل الاماكن اللي موجودة حواليها مرتفعة وهي منخفضة او نزلة لتحت وممكن نلاقي كمان سهول، سهول يعني أراضي مستوية نقدر نزرع عليها ونمشي عليها ونعيش عليها عادي جدًا، يبقى سطح الأرض بيضم مرتفعات ومنخفضات وسهول، يجي يسألني ويقولي في الامتحان بما تفسر تنوع سطح مصر؛ لإنه يضم زي ما إحنا شايفين كده مرتفعات ومنخفضات وسهول، يبقى يعني إيه كلمة السطح؟ أشكال سطح الأرض من مرتفعات ومنخفضات وسهول، يبقى نرجع نفتكر مع بعض تاني السطح أشكال سطح الأرض من مرتفعات ومنخفضات وسهول. طب لو قال لي ليه بتتنوع سطح مصر؟ يتنوع يعني أشكال مختلفة على سطح مصر؛ لإنه يضم مرتفعات ومنخفضات وسهول. الألوان المستخدمة على الخريطة. تعالوا نشوفها مع بعض، أول حاجة عندنا اللون البني هنا أو اللون البني هنا، اللون البني يدل على المرتفعات، كلمة مرتفعات ممكن تكون مثل الجبال، أما بقى اللون الأصفر يدل على المناطق متوسطة الارتفاع متوسطة الارتفاع مثل الهضبة، أما بقى اللون الأزرق يدل على المسطحات المائية المية ممكن تبقى زي البحر. ممكن تبقى زي الخليج، ممكن تبقى زي البحيرة، أو ممكن تبقى زي نهر النيل، يبقى تاني اللون البني يدل على المرتفعات مثل الجبال، اللون الأصفر يدل على المناطق متوسطة الارتفاع مثل الهضاب، اللون الأزرق يدل على المسطحات المائية؛ بحر، نهر، خليج، بحيرة، أما بقى السهول زي سهول نهر النيل. تلوّن باللون الأخضر، السهول تلوّن باللون الأخضر، أما المنخفضات تلوّن باللون الأخضر الداكن، داكن يعني غامق، يبقى تاني السهول تلوّن باللون الأخضر، أما المنخفضات تلوّن باللون الأخضر الداكن، نفتكر مع بعض تاني الألوان اللي موجودة على خريطة مصر. اللون البني يدل على المرتفعات مثل الجبال، اللون الأصفر يدل على المناطق متوسطة الارتفاع مثل الهضبة، اللون الأخضر يدل على السهول، اللون الأخضر الداكن يدل على المناطق المنخفضة، اللون الأزرق يدل على المسطحات المائية مثل البحر أو النهر أو الخليج أو البحيرة. نبدأ مع بعض بأول شكل عندنا وهو الجبال. زي ما احنا شايفين في الصورة كده ان الجبال هي ارض شديدة الارتفاع ولها قمة يعني ليها راس مدورة كده يبقى تاني ارض شديدة الارتفاع ولها قمة وشديدة الانحدار من الجنبين يعني نزلة بالشكل دوت من الجنبين يبقى تاني ارض شديدة الارتفاع ولها قمة وشديدة الانحدار من الجنبين، يبقى الجبال أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وشديدة الانحدار من الجنبين، إيه بقى أمثلة الجبال عندنا على خريطة مصر؟ أول حاجة جبل سانت كاترين، وزي ما إحنا شايفين كده على الخريطة موجود في جنوب شبه جزيرة سيناء، يبقى جبل سانت كاترين. تاني حاجة عندنا جبال البحر الأحمر وليه سميناها جبال لأنها مجموعة من الجبال سلاسل جبال البحر الأحمر جبل جنب جبل جنب جبل جنب جبل تبقى مجموعة من الجبال يبقى جبال البحر الأحمر وتسمت كده عشان موجودة جنب البحر الأحمر آخر نوع عندنا من الجبال على الخريطة جبل العوينات جبل العوينات وزي ما احنا شايفين على الخريطة كده هنلاقيه موجود في اتجاه تمام برافو سمع ناس بتقول جنوب غرب مصر يبقى انا عندي ثلاث جبال على الخريطه جبل سانت كاترين جنوب شبه جزيره سيناء جبال البحر الاحمر بجوار البحر الاحمر جبل العوينات جنوب غرب مصر تاني شكل موجود عندنا من اشكال سطح الارض هي الهضاب والهضاب عباره عن ايه مساحه من الارض مرتفعه تاني مساحه من الارض مرتفعه مستويه او شبه مستويه يعني ايه يعني مساحه من الارض ممكن تكون مستويه يعني موجوده حته واحده بالشكل ده زي ما احنا شايفينها وممكن تكون في جزء منها طالع وجزء منها نازل تبقى شبه مستويه يبقى تاني نفتكر مع بعض الهضاب مساحه من الارض مرتفعه مستويه او شبه مستويه يبقى تاني مع بعض الهضاب مساحة من الأرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية تعالوا بقى نشوف أمثلة الهضاب الموجودة عندنا على خريطة مصر أول هضبة موجودة عندنا هضبة الجلف الكبير وهنلاحظ إنها موجودة عند جبل العوينات في جنوب غرب مصر طب إزاي أفرق بين الهضبة والجبل على الخريطة من الكلمة اللي هو هيكتبها لو قال لي جبل يبقى العوينات هضبه تبقى الجلف الكبير يبقى اول هضبه عندنا هضبه الجلف الكبير تاني هضبه عندنا اسمها هضبه مرمريكا هضبه مرمريكا ودي موجوده في الشمال تالت هضبه عندنا هضبه التيه ودي موجوده في شبه جزيره سيناء يبقى عندي تلات هضاب هضبه الجلف الكبير هضبه مرمريكا هضبه التيه تالت شكل من أشكال سطح الأرض معنا هي السهول الساحلية وزي ما إحنا شايفين كده السهول الساحلية هي عبارة عن مساحة من الأرض مستوية. مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول ساحل البحر. يعني موجودة بجوار ساحل البحر. عشان كده اسمها سهول ساحلية ساحلية على ساحل البحر. يبقى مساحة من الأرض مستوية. تمتد على طول ساحل البحر، مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول ساحل البحر، نفتكر مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول ساحل البحر، تبقى سهول ساحلية، تاني نوع معانا من السهول هي السهول الفيضية، السهول الفيضية عبارة عن إيه؟ عبارة عن مساحة من الأرض مستوية. تتكون من رواسب الأنهار يعني إيه رواسب الأنهار؟ يعني التربة الطينية اللي جابها نهر النيل معاه وهو جاي في طريقه ورصبها يعني حطها على أرض مصر توجد فين؟ على جانبي نهر النيل يعني على الجنب ده وكمان على الجنب التاني ده يبقى تاني السهول الفيضية هي عبارة عن مساحة من الأرض مستوية تتكون من رواسب الأنهار على جانبي نهر النيل. على جانبي نهر النيل ودلتاه، نهر النيل موجود فين؟ موجود عند منطقة وادي النيل والدلتا، طب وادي النيل والدلتا دول شكلهم إيه؟ هنشوفهم حالًا على خريطة مصر، ده شكل تاني للسهول الفيضية، نرجع نفتكر تعريفها تاني قبل ما نشوف الخريطة، يبقى السهول الفيضية مساحة من الأرض مستوية. تتكون من رواسي بالأنهار تمتد على جانبي نهر النيل ودلتاه على خريطة مصر هلاقي أن السهول الساحلية ممكن تبقى على البحر الأحمر وكمان على البحر المتوسط أما السهول الفيضية موجودة على نهر النيل في منطقة وادي النيل اللي نزل عليها المصر القديم زمان وموجودة كمان في الدلتا الدلتا اللي هو المثلث اللي موجود فوق وادي النيل أو نهر النيل، ودي أرض تينية خصبة كونها نهر النيل، يبقى تاني السهول نوعين، السهول نوعين، سهول ساحلية ودي موجودة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وسهول فيضية موجودة على وادي النيل والدلتا. نرجع بقى نفتكر مع بعض تاني الجبل، أرض شديدة الارتفاع ولها قمة. وشديده الانحدار من الجانبين مثل جبل العوينات في جنوب غرب مصر جبل سانت كاترين جنوب شبه جزيره سيناء وجبال البحر الاحمر اما الهضبه مساحه من الارض مرتفعه مستويه او شبه مستويه مثل هضبه مرمريكا وهضبه الجلف الكبير وهضبه التيه اما السهول بقى اتفقنا انها نوعين سهول ساحليه وسهول فيضية السهول الساحلية مساحة من الأرض مستوية تمتد على طول ساحل البحر ودي مثل سهول البحر الأحمر وسهول البحر المتوسط أما السهول الفيضية مساحة من الأرض مستوية تتكون من رواسي بالأنهار على جانبي نهر النيل والدلتا مثل وادي النيل والدلتا تعالوا بقى نشوف كل البيانات اللي قلناها تاني مجمعة على خريطة مصر جبل العوينات جنوب غرب مصر جبل سانت كاترين جنوب شبه جزيرة سيناء جبال البحر الأحمر بجوار البحر الأحمر هضبة الجلف الكبير اللي موجودة ناحية جبل العوينات هضبة مرمريكا موجودة في شمال الصحراء الغربية هضبة التيا موجودة في شبه جزيرة سيناء السهول الساحلية بلاقيها على البحر الأحمر، والسهول الفيضية موجودة على نهر النيل اللي هي عند منطقة وادي النيل والدلتا، والسهول الساحلية بلاقيها كمان عند البحر المتوسط، ودلوقتي بقى معادكم عشان خاطر تجاوبوا انتوا على الأسئلة، وبكده يكون انتهى درسنا ونتقابل مع بعض المرة الجاية في درس جديد.